بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يأتيني كثيرا، لماذا تعدون واو العطف كلمة أحيانا في أبحاث الإعجاز العددي وأحيانا لا تعد كلمة؟ هل العملية انتقائية مثلا لكي تضبطوا حساباتكم على رقم معين، أم أن هناك نظام رياضي، أو هناك إجابة مقنعة بالفعل؟ أحبتي في الله، الإعجاز الرقمي هو عبارة عن مجموعة من الأنظمة الرقمية أودعها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وأخفاها عن البشر لقرون طويلة حتى جاء عصر التكنولوجيا الرقمية اليوم، فسخر الله تبارك وتعالى برامج إحصائية وسخر أجهزة كمبيوتر وسخر أناس يعملون لاستخراج هذا النظام الرقمي، و ليكون حجة على كل من يتعرف على الأعداد والأرقام والإعجاز العدد الموجود في القرآن، لكي يعني لا ينكر ويقول إن الله لم يرسل له دليلا على صدق هذا الكتاب العظيم. فالله تبارك وتعالى وضع في القرآن دلائل علمية وكونية وطبية، واليوم هناك دلائل رقمية أيضا. ولكن مشكلة هذا النظام أننا نحن المسلمون بعيدون عن لغة الأرقام، بعيدون عن لغة الرياضيات، بعيدون عن التكنولوجيا الرقمية، لذلك تجد أن عقولنا أحيانا لا تستوعب هذا النظام الرقمي المعقد موجود في القرآن. فنطرح مثل هذه الأسئلة. أولا أيها الأحبة، هناك ضوابط قمنا بوضعها للإعجاز العددي أو لدراسة الإعجاز العددي. نحن لدينا في الأصل القرآن كتب على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالرسم الأول، سميناه الرسم الأول الذي كتب بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الرسم الأول نحن هنا في البرنامج وضعنا هنا خيار كما ترون هنا، أولا الرسم الأول هكذا. الرسم الأول هو رسم الحقيقة ليس فيه همزات وليس فيه علامات مثلا الألف الخنجرية أو الشدة أو الضمة أو كذا، كل هذا لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كلمة ملك تقرأ مالك وتكتب ملك، وفي قراءة أخرى تقرأ ملك أيضا. إذن هذا الرسم أيها الأحبة لكلمة مالك يوم الدين، هذه الكلمة مالك كتبت ملك وهي تقرأ ملك ومالك، يعني هذا الرسم يحقق لك كلتا القراءتين، تستطيع أن تقرأ بقراءتين تعطيك معنيين متفقين، لا يوجد تناقض طبعا، هذا ما يسمى بالقراءات القرآنية والروايات القرآنية. طبعا هل يستطيع أحد أن يقول إن كلمة مالك، لماذا مرة تقرؤون مالك ومرة تقرؤون ملك؟ لا، لأننا نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن على 7 أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أنزل هذا القرآن على 7 أحرف. فهناك قراءات وروايات قرآنية وكلها صحيحة. فإذا منذ البداية هناك تعدد في القراءات، لذلك لابد أن يكون هناك تعدد في طرق العد والإحصاء. يعني أنت لا تستطيع في القرآن الكريم أن تتبع طريقة عد واحدة ثابتة وتقول إن هذه هي الصحيحة وتنكر بقية الطرق. لا، القرآن العظيم كتاب معجز. أول إعجاز له أنه هو الكتاب الوحيد الذي يقرأ على 7 أوجه أو 10 أوجه أو 14 وجها حسب الروايات القرآنية، هذا موضوع آخر. ولكن لا يوجد كتاب في الكون الآن يقرأ على 14 وجها، لا يوجد. الكتاب الوحيد هو القرآن، الكتاب الوحيد الذي يتبع نظام رقمي هو القرآن. لا تستطيع أن تأتي اليوم بأي كتاب وتطبق عليه هذه القواعد وتخرج
بنتائج أو بمعجزات أو بتوافق رقمي أو بنظام عددي محكم. إذن في البداية أيها الأحبة، لدينا الرسم الأول كما نرى أمامنا، مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، انظروا كلمة الصراط كتبت من دون ألف هنا، يعني صراط الذين أنعمت عليهم، صراط كتبت صراط، ما في لا يوجد ألف، وتقرأ صراط. إذن أيها الأحبة، هذا هو الرسم الأول للقرآن. طبعا فيما بعد عندما انتشر الإسلام كان لابد من وضع قواعد لقراءة القرآن، لقراءة هذا الرسم، لأنه دخل عدد كبير من الأعاجم وممن لا يفقهون اللغة العربية، فكان لابد للمسلمين أن يضعوا حركات التشكيل، الحركات التي يعني علامات التجويد، علامات التشكيل إلى آخره. فأصبح لدينا ما يسمى اليوم بالرسم العثماني، وهو طبعا هذا رسم عثماني، هذا رسم عثماني، لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما أقر المصاحف وأرسلها للأمصار كانت تكتب بهذه الطريقة. الرسم العثماني، انظروا أيها الأحبة، تأملوا هذه الآية كيف تكتب، تأملوا. طبعا قبل ذلك أنا سأقوم بتحديد هذه الآية. هذه الآية 10 كلمات، 43 حرف، 21 نقطة، هذه معطيات هذه الآية. 10 كلمات، 43 حرف، 21 نقطة. عندما نضيف التشكيل، لاحظوا معي، سأستخدم الآن الرسم العثماني، سأضغط هنا على الرسم العثماني. انظروا ما الذي حدث. الذي حدث أن هنا أصبح لدي ألف خنجرية. أنا دعوني فقط أكبر لكم، هنا لدينا خيار رائع في البرنامج، التنسيقات والألوان. لدي هنا حجم هذا الخط، أستطيع أن أتحكم به من هنا، يعني مثلا ممكن هكذا. طبعا أنا كبرت الخط فقط لنقرأ. الآن هذه الآية انظروا، بقيت 10 كلمات، يعني نحن هنا لم نغير شيئا، وبقي عدد الحروف 43، ولكن اختلف لدي الحركات، 37 حركة. هذه الكسرة تحت الهاء هي حركة، الكسرة تحت الصاد حركة، مثلا الشدة هنا في كلمة الضالين لدي شدتان، هذه حركة وهذه حركة، السكون هنا حركة إلى آخره. الرسم العثماني أيها الأحبة هو فقط لم يغير حرفا من القرآن أبدا، أضاف فقط الهمزة وعلامات التشكيل. يعني مثلا أنا لدي هنا مثلا آية الذين يؤمنون بالغيب، مثلا هنا وبالآخرة. طبعا الهمزة هذه بعض الأحبة يظنون أنها خطأ، هي ليست خطأ، كتبت بهذه الطريقة هنا في البرنامج ليتمكن البرنامج من عد حرف الهمزة، لأنه بغير هذه الطريقة لا يستطيع الكمبيوتر أن يحصي حرف الهمزة. فهذه الآية رسمت حسب الرسم العثماني، ولكن طبعا في المصحف تجد أن الهمزة مكتوبة بجانب الألف، لا يوجد فاصل، نحن وضعنا هذا الفاصل فقط يعني نعد حرف الهمزة، لأنك تستطيع أن تعد عدد الهمزات في القرآن كله بسهولة. يعني مثلا أنا هنا لو بحثت هنا، كتبت حرف الهمزة وضغطت على البحث هنا، أنا لدي في القرآن 3555 همزة، تستطيع أن تحصيهم بدقة واحدة واحدة. هذه أول همزة هي
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آخر همزة إذا جاء نصر الله والفتح، هذه آخر همزة في القرآن، وهذه أول همزة في القرآن. طبعا أنا أستخدم على اللابتوب هوم وإند، يعني البداية والنهاية زرين، أستطيع أن أتنقل إلى الأخير أو إلى الأول. هنا أيها الأحبة، عندما أستخدم الرسم الأول دققوا على هذه الكلمة، دققوا معي على هذه الكلمة وبالآخرة. عندما أستخدم الرسم الأول هكذا نجد أن الهمزة اختفت لأنها لم تكن مكتوبة زمن النبي، ولكن بما أنها أضيفت لضرورة القراءة الصحيحة فلابد أن تحسب إذا اتبعنا منهج الرسم العثماني. يعني ليست المشكلة أنك تعد الهمزة أو لا تعدها، المشكلة أنك تتبع نظاما أو منهجا محددا، تضع ضوابط وتتبع لا تخالف هذه الضوابط. هنا يكون البحث قائم على قاعدة علمية. فلدينا أبحاث قمنا بها أيها الأحبة، اتبعنا الرسم العثماني هذا، الرسم الأول، وحصلنا على نتائج مبهرة، ولكن بعد ذلك وجدنا أننا إذا استخدمنا الرسم العثماني هكذا نحصل على نتائج رقمية أخرى. يعني الرسم الأول أعطانا نتائج مبهرة، وتقريبا أنا أصدرت بحدود 12 كتاب حول الإعجاز الرقمي في القرآن، كلها بالاعتماد على الرسم الأول. ولكن بعد أن وضعنا هذا البرنامج واستخدمنا الرسم العثماني وجدنا أنه بالفعل هناك إعجاز آخر، يعني هذا يضيف إلى رصيد القرآن إعجازا آخر، وهذه الميزة لا توجد إلا في القرآن الكريم على فكرة، لا توجد في أي كتاب آخر. الآن أصبح لدينا منهجان في عد الحروف، إما وفق الرسم الأول أو وفق الرسم العثماني، ولدينا منهجان لعد الكلمات أيها الأحبة. يعني هذه مثلا، هذه عندما نعدها هكذا نحددها، كم عدد الكلمات هنا؟ 2، لأنه يعد الواو كلمة وهذه بالآخرة كلمة. مثلا والذين، دققوا معي، والذين كلمتان، عدد الكلمات 2 لأن الواو كلمة، الذين كلمة. الآن هذا المنهج اتبعناه وأعطانا نتائج مبهرة جدا لا يمكن أن تكون بالمصادفة، يعني آلاف النتائج الرقمية حصلنا عليها باتباع منهج أن نعد الواو كلمة مستقلة. وأنا انطلقت طبعا في هذا الأمر من قاعدة لغوية قديمة وضعها علماء اللغة قديما جدا عندما قسموا الكلمة في اللغة، قالوا الكلمة هي اسم وفعل وحرف، يعني إما أن تكون اسم أو تكون فعل أو تكون حرف، قسموها هكذا. فواو العطف هنا بما أنها تكتب مستقلة كما نرى، تكتب منفصلة عما بعدها، فنعدها كلمة، يعني عندما نحدد عليها تعطيك عدد كلمات 1. بعد ذلك وجدنا أن منهج الإعجاز العددي يتطلب أن تقوم بطرق أخرى للعد. فعندما قمنا بإلحاق الواو بالكلمة التالية هكذا، دمج واو العطف من هنا أيها الأحبة، عندما نضغط هذا الخيار دمج واو العطف نجد أن البرنامج يقوم بدمج الواو، يعني انظروا والذين أصبحت كلمة واحدة، والذين كلمة. عندما استخدمنا هذا المنهج وجدنا أن هناك نتائج عددية لا تقل إبهارا عن المنهج الآخر. إذن أصبح لدي منهجان، عندما تعد الكلمات وتعتبر أن الواو هذه المنفصلة، طبعا الواو غير الفاء غير الباء، يعني مثلا هنا كلمة بالآخرة، هنا بالآخرة، انتبهوا معي، مثلا هذه بالآخرة
هذه كلمة واحدة الباء متصلة لا يجوز أن نفصلها، بينما الواو بشكل طبيعي يمكن أن تفصلها، هي تكتب منفصلة لا تتصل بما بعدها. فيها ميزة طريقة رسم الواو أنها لا تتصل بالحرف الذي أو الكلمة التي تليها. إذن أيها الأحبة، أصبح لدينا منهجان، منهج أن نعد الكلمات مع واو العطف نعدها كلمة، ومنهج آخر نلحقها بما بعدها فلا تعد كلمة، وكلا المنهجين صحيح، كلتا الطريقتين صحيحة أيها الأحبة، وتعطينا نتائج إعجازية. يعني نحن عندما استخدمنا فصل واو العطف من هنا، قمنا بفصل واو العطف كما نرى هنا، وأصبحت كلمة مستقلة، حصلنا على نتيجة مهمة في سورة الكهف. من لبث الأولى إلى لبث الأخيرة كان عدد الكلمات 309 كلمات بالضبط، وعبارة 300 كان عند 100 اكتمل العدد 300، ولبثوا في كهفهم 300 هنا عند 100 اكتمل العدد 300، ثم و 300 300 و ازدادوا 9، قل الله أعلم بما، ولبثوا في كهفهم 300 عند 100 300 سنين، أنا أخطأت، سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. أصبح لدي 309 كلمات من لبثوا إلى لبثوا مع اعتبار الواو كلمة. إذا أهملنا هذه القاعدة يختفي الإعجاز، يظهر إعجاز آخر هناك في هذا النص، إعجاز آخر أيضا إذا قمنا بلصق الواو بالكلمة التي تليها ولم نعتبرها كلمة. إذن أيها الأحبة، أنا فقط اليوم أحببت أن أوضح هذه القاعدة وأن أقول لكم إن القرآن العظيم فيه عدة قراءات كلها صحيحة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عدة طرق لعد الكلمات والحروف وكلها صحيحة، فيه أكثر من منهج للرسم، الرسم الأول أو الرسم العثماني مع الحركات والتشكيل وكذا، وفيه أيضا أكثر من طريقة لعد الكلمات، ممكن تعد الكلمة مع الواو أو من دون الواو، وأيضا فيه مجموعة من الأنظمة الرقمية المذهلة التي رأيناها في العديد من الأبحاث. أرجو أن يكون الأمر واضحا بالنسبة للجميع، وإن شاء الله في لقاء قادم نجيب عن تساؤل آخر حول هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.